السلام عليكم بنياتي وليداتي اخوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد، في وصفه جديده وفي نهار جديد. ونتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال، كلكم بنياتي داخل الوطن وخارج الوطن، كلكم بنياتي وليداتي، كلكم كنلقى لكم التحيه. اليوم بنياتي كنشوف التعاليق ديالكم كثيره حول ضعف التنشيط المبايض، يعني ضعف التخزين، يعني عندهم المخزون ديال البويضات ضعيف. كاين واحد السيده كتبت لي، قالت لي، قال لي الطبيب عندك البويضات صافي ما ناشفين، يعني يقول لهم يعني ما عرفتش انا اللي ناشفين، ما فهمتهاش. هيك الطبيب قال لك عندك البويضات لكنهم ناشفين ومكمشين، يعني ماشي غيقول لها زعما ماشي نشيطين، خاص يكونوا نشيطين. باش كتعرفي البويضات انك عندك نشيطين ولا ماشي نشيطين، كتعرفي راسك بدون تحاليل. كيفاش عرفي انك البويضات عندك نشيطين؟ ملي كتوصل ايام الاباضه كينزلوا شي افرازات، افرازات كيكونوا شفافين، يعني كينزلوا بحال زلال البيض، البيض زلال البياض، البيض زلال البياض البيض، كينزلوا بحال هكاك شي حاجه كتكون بحال هكاك. ورات لي واحد السيده في الواتساب صورتها ليا، قلت لي هذا وقت التنشيط ديالك، ملي كتنزل منو كتغسل وكتوضا وكتسالي منو الدوره، من بعد كتجي وقت الاباضه، وقت نزول البويضه، قبل ما تنزل البويضه كينزل هذاك الزلال، هذاك الزلال الشفاف بدون افرازات، بيضاء شفافه مثل زلال بياض البيض، هذه كتعرفي ان البويضات عندك نشيطين. هذاك هو الوقت ديال الحمل ديال السيدات. ملي كتشوفوا هذاك الزلال بحال بياض البيض كينزل في ايام الاباضه، عرفوا ان الغد خاصكم ديروا الجماع، راه كيكون عندكم هو وقت نزول البويضه ديال السيدات. هذاك هو التنشيط اللي عندك، البويضات نشيطين، واللي ما كينزلوش ليه هذوك الافرازات البيضين راه البويضات عندك غير نشيطين نهائيا. اشنو غدير؟ خاصك تنشط المبايض، تنشطهم باش ينزل هذوك الافرازات. ملي كينزلوا دوك الافرازات هذاك الشيء كتعرف راسها راه اوان وقت الحمل ديالها. اليوم بنياتي ودايره لكم بزاف الوصفات، راه كنقول لكم بنياتي غير تصفحوا القناه ديالي، راه مليانه بالوصفات ديال الزياده في المخزون، اللي عندها المخزون ديالها ضعيف وبغات تزيد في المخزون ديالها، وبغات يعني تحيل المخزون ديالها، وخا يكون قريب يموت تقدر تحيي بهاد الوصفات. كاين الوصفه ديال الاوراق، اوراق موسى، اوراق موسى مع قرفه بلديه سيجار، كنعطيها لكم مده 10 ايام من ورا الدوره، راه كترجع المخزون ديال البويضات. وخا يكون البويضات عندك البويضه كي صفر، كيقول لك الطبيب 0.01، الا درتي هاد الوصفه كتولي المخزون مزيان. بزاف د الناس داروها ونشحت معاهم مكتوبه في التعاليق. انا الشيء ما كنقولوش لكم من فراغ، بالتجربه ديال البنات اللي كياخذوا الوصفات. وكاينه وصفه اخرى ديال هذوك علبه زبادي مع السانوج، مع حبه السانوج مع زيت الزيتون، حتى هي الا درتو مع بعض هاد الوصفات مع بعضيات، راه كيولي المخزون ديال البويضات وكيكبروا البويضات وكيتنشطوا ويوليو صالحين للتخزين. غير ديروا النيه وديروا هاد الوصفات اثنين. وانا كننصح بنياتي المتبعات ديالي يديروا اكثر من 4 الوصفات، يديروهم مع بعض باش يكملوا بعضياتهم، يكون ان شاء الله حمد باذن الله. واليوم غنزيدكم واحد الوصفه باش تكبر البويضات وتزيد في المخزون، وحتى داير لكم واحد الوصفه اخرى من اليوم 12 من الدوره كديري هذيك الوصفه ديال 5 تصبرات اللي محشيه بالاعشاب، كديريها قبل الجمع بست ساعات، مره واحده كديريها وكيتكبر البويضه في نهار واحد بسرعه البرق. كتكبر البويضه، وخا تكون البويضه وصلت يلا 14 ولا 15 ملي كتكبر وتولي ما بين 18 و 22 صالحه للتخزين. حتى هي كديروها كتخليوها حتى اليوم 12 وديروها باذن الله وتكبر لك البويضه. واليوم غنزيدكم واحد الوصفه اخرى ان شاء الله، راه نجحت مع بزاف السيدات، راه زوينه بزاف، غير ديروها
وديروا النيه وتبعوا امتى الوقت اللي غديوها وتبعوا الوصفات يعني المكونات اللي غديو فيها وان شاء الله غادي يكون الخير. تبعوا الوصفه من الاول الى الاخير وما تنساوش بنياتي لايك الفيديو باش ترفع الفيديو اكبر عدد من المشاهدين يشوفوه وتبارطاجيو الناس اللي محتاجين هذه الوصفه واللي ما مشتركش يشترك ويفعل الجرس لياتيه الجديد باذن الله تعالى. تبعوا الوصفه من الاول الى الاخير. بسم الله على بركة الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوصفة كالتالي والمكونات ديالها بإذن الله. المكون الأول والرئيسي هو علبة زبادي من نوع هاد كيقولوا إحنا رايبي، يعني بحال هذا كيكون أحمر أو اللي ما عندهاش ما كتبغيش تاخذ بحال هاد رايبي. تقدر تاخذ كاس الحليب بلاصتو، تقدر تاخذ زبادي أو تاخذ أي حاجة اللي كتبغي تشربها، يعني ماشي مشكل. هاد رايبي راه هو زوين، هو فيه بروتين وفيه هو كيساعد على تنشيط المخزون ديال البويضات وكيساعد هو مزيان وتساعدك حتى اللي يشرب الوصفة اللي تساعدك باش تشربي الوصفة بإذن الله. والمكون الثاني وتا هو مهم بإذن الله هو السانوج أو حبة البركة أو حبة السوداء أو كيقول لي كامون أسود في دول أخرى. هاد السانوج كتعرفوا كيفاش الحبات ديالو تيكونوا بحال هكايا حبات رقيقين. هاد السانوج اللي كيفاش كتعرفوا، قالت لي واحد السيده في التعليق الفرق ما بين حبه البركه او السانوج. احنا كنقولوا حبه البركه وكنقولوا السانوج حنا في المغرب، لكن في الدول الاخرى حبه البركه هو هاد الحبه السوداء اللي كتكون مثل العدس. انا بغيت نقربها مزيان باش تشوفوها. ها انتما كيف بحال العدس، هذا بحال العدس حتى هو حبه البركه، لكن احنا ما كنستعملوش بزاف عندنا في المغرب لانه غالي الثمن، لانه ما كينبتش عندنا حنا في المغرب، تينبت في الخليج كيجيبوه من السعوديه، تجيبوه من الامارات، ما كينبتش عندنا. لكن الدكتور الفيد كيشرح قال لك الميزه اللي كاينه في السانوج كاينه في هذه الحبه، هاد الحبة البركة بحال احنا كينبت عندنا هذا والدول الاخرى كينبت عندنا. اما الخصوصية اللي في هذا لا بغيتي ديرو هذا ولا ديرو هذا بحال يعني السانوج او حبة البركة بحال والمفعول ديالهم واحد، للحمل ولترشيط المبايض ولتكبير البويضة ولتنشيط المخزون لزيادة المخزون ديال البويضات السيدة. تقدري ديري هاد السانوج او هذا، بما ان هذا كيكون عندنا شوية غالي الثمن كنديرو حنا هاد السانوج. انت مخيره، الا كان عندك هذا ديري، كان عندك هذا السانوج ديري. دابا فرغنا من هاد الشرح ديالنا ما بين الفرق بهذا وهذا، ننتقل ان شاء الله الطريقه باذن الله تعالى. بسم الله غنتقل ان شاء الله الطريقه باش غديروا هاد الوصفه باذن الله. السيدات حتى تمشي للحمام وتسالي منها الدوره تماما، ما تبقاش عندها الدوره نهائيا، وتمشي للحمام بحال هذا، تمشي للحمام ساخن، سخن مزيان الجسم ديالها، لان كاين ايام البروده كان الجو خاصها تمشي تسخن الحمام ديالها وتمشي تسخن مزيان. ولا ما كانش عندهم الحمام المغربي تمشي الحمام العادي ها هو، تسخن مزيان الاعضاء ديالها مزيان تسخن، وتكون قبل ما تديرها الحمام تكون تصوب هاد الزبادي اللي ديال الرمان. هاد الزبادي اللي كيكون ديال الرمان ما كانش عندكم ديروا اي مشروب ديال الرمان او الحليب، انا شرحت لكم بنياتي. وتاخذوا السانوج راه كنتو غديروا هاد السانوج ديالنا غديروا فيه بحال مثلا هاد رايبي كتحليه بحال هكايا، انا نحلو تحتفظوا بهاد الغلاقه وتاخذوا هاد رايبي كديروا معاه هاد السانوج بطون طحن، كديروا معاه بحال هكا نص معلقه صغيره، نص معلقه ديال السانوج مع هاد رايبي كديروا بحال هكايا. اما اذا كان عندكم الحبه السوداء كيما هادي كدير كتطحن، هادي كتطحن لانها ما كتنسجم دغيا، كطحنيها وتاخذي منها نص معلقه كذلك. طحنيها هاد السانوج من غير طحن تخليو حب، لانه كيطلق بحال هكايا هو السانوج كيطلق بدون طحن. اما هذا تقدري طحنيه وتحتفظي بيه بواحد القريعه وتولي ديري بيه.
اخر حاجه هو هذا، تتمشي للفراش ديالك، تكوني في داك النهار مشيتي للحمام ومشيتي سخرتي عضومتك وكلشي، كديري هاد الحكيك ديال الرايبي ديال مشروب الرمان، كتشربيه تخلطيه مزيان، تخلطيه السانوج وتخليه هكايا، ولا خلطيه بحال هكايا كتخلطيه قبل ما تمشي للحمام، كتخلطيه وتغطيه، كتغطيه وتخليه حتى كيطلق، وكتمشي للحمام ديالك ساخن، ملي كتجي اخر حاجه كتشربيه حتى تمشي للفراش ديالك، تشربيه كامل يوميا. كديري هاد الطريقه مده 7 ايام، مده 7 ايام من ورا الدوره، من ورا الدوره 7 ايام. وحباده كما كنقول لكم، تسخنوا في الحمام، تسخنوا البطن ديالكم، تسخنوا يعني المناطق اللي كتكون فيها تحت السره، تسخنوها بشي حاجه. الا مشيتوا للحمام نهار الاول الثاني، ما غاديش تمشي للحمام، غتقدري تسخني اخر حاجه قبل ما تدخلي الفراش، تسخني الاعضاء ديالك وتشربي هذا الكاس ديال الرايبي، ومعاه هذاك نص معلقه ديال السانوج او نص معلقه ديال حبه البركه مطحون، مطحون صافي. هاتي هو الوصفه ديالتي، ساهله ماهله باذن الله تعالى. غادي تكبر لك البويضه، غادي تزيد لك في المخزون ديال البويضات، يعني المخزون ديال البويضات واخا يكون 0.01 غادي تزاد في المخزون. وتقدري هاد الوصفه تزيد عليها وصفات اخرى اللي عطيتك، ما تقدرش تكتفي على بعض الوصفه، ديري حتى جوج وصفات، حتى ثلاث الوصفات ديري مع بعض باش تكملوا بعضياتهم، وان شاء الله غادي يكون الخير. هذه الوصفه ديالي ديال اليوم، وان شاء الله يرزقكم بالذريه الصالحه باذن الله تعالى. نتمنى تكونوا شفتوا الوصفه من اول الى الاخر، راه وصفه رائعه ومجربه لزياده المخزون ديال البويضات وتكبير البويضه. وبغي نقول لكم بلي اي وصفه كنعطيها لكم راه غير سبب، راه ماشي وصفه انا نقول لكم صافي راه قنبله، لا راه نقول شي قنبله نقول هذه وهذه، لان الوصفه كتبعها ضروري النيه، ديري النية في الوصفة وقولي بسم الله وتوكلي على الله، وديري الدعاء، الدعاء ديال الدعاء من ديال الوصفة، ديري الدعاء اللهم لا تذرني فردا خير الوالدين، دعاء ديال سيدنا زكريا، دعاء سورة مريم، أي سورة تقريها اللي فيها الدعاء ديال الحمل، ربي غادي يستجيب لك بنتي، وربي غادي يعطيك كل ما كتمنى يا بنتي، لأن الوصفة بوحدها غير كافية، لأن شوفي تي نيتك أشنو فيها، النية، لأن اللي نجاب مع الله، وحنا هادشي كله اللي كنديروه غير سبب، غير سبب باش إن شاء الله يكون الحمل بإذن الله، والحمد لله والشكر لله. بنياتي اللي كنسولهم كيحملوا على الوصفات، تيقول يا خالتي حنا كنديروا الدعاء على الوصفات، راه كنديروا الدعاء ضروري من الدعاء، هادشي غنقول لكم بنياتي، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.